أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم في شارعنا. طبعا لسه طالعين من عيد، وعيد سعيد يا رب علينا كلنا. وعشان كده أنا حبيت أن يكون موضوع حلقتنا النهاردة موضوع كده خفيف وظريف ولطيف زي الضيفة الجميلة اللي معانا النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن البساطة وعدم التصنع. حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتنا، حاجات كتير ما بقتش زي زمان. اللمة الحلوة راحت، حتى في الأفراح، حتى في المناسبات كتير حاجات قوي اتغيرت، حتى في الأعياد كل حاجة بقت عاملة زي التيك أواي. ليه؟ إيه اللي جرى للناس؟ إيه اللي اتغير؟ ليه ما بقاش بنستغل الوقت؟ ليه ما بقاش بنستغل وقت الفرح نفرح فيه؟ ليه كل حاجة بقت بسرعة بسرعة؟ يا ترى إيه اللي اتغير؟ الناس اللي اتغيرت ولا الزمن اللي اتغير؟ كتير مننا بيقول الزمن اتغير، نرجع زي زمان. هو إيه الزمان؟ الزمان دي حاجة، يعني آلة وقت، حاجة مش بتغير بني آدمين، البني آدمين هم اللي بيتغيروا. عشان كده معانا النهارده في ضيافتنا ضيفة جميلة لذيذة زي العسل، الأستاذة منى الجندي. هي قالت لي لا قولي لي تانت منى، فأنا بحب إيه الأول لازم أقول لها أستاذة منى. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك يا حبيبتي. شفناكي على الفيسبوك وشفناكي ليكي فيديوهات جميلة قوي. بصراحة كتير الناس الفترة اللي فاتت بتستغل السوشيال ميديا في إن هي تقدم أي حاجة وخلاص، بس أنا لما شفت طريقتك لقيتها بسيطة قوي، لقيتها جميلة جدا ومحتواها كمان هادف، يعني بتدعو للبساطة وبتدعو الناس لعدم التصنع. قولي لي الأول الفكرة جات لك إزاي إن أنت ست بيت كده وشكلك جميل وما شاء الله ست بيت كمان من بتوع زمان قوي قوي، يعني قولي لي إيه اللي خليكي تفكري إن أنت تطلعي على السوشيال ميديا وتعملي فيديوهات؟ الاول هنقول يا اولاد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ وحشيني قوي. احلى حاجه بتاعت وحشيني قوي. والله انا الاول كنت خياطه، وكان المحتوى بتاعي خياطه، كنت بعلم الناس الخياطه والكلام ده وتفصيل، ورحت السعوديه ما شاء الله وخيطت الامراء ما شاء الله والكلام ده. جت عيني تعبتني فجاه فنزلت مصر اضطرار يعني. فروحنا مزبير، وبرده كنت بسجل مع مذيعه عسوله زي حضرتك كده. تسلمي يا حبيبتي. فعملت فيديو هزار انا وابني، كنا بناكل بيتزا يعني والكلام ده. المكان كان حلو بصراحه، كنت اول مره ادخله يعني. قمت قايله بيتزا حاطين عليها البان، انا عارفه الجبنه الموتزاريلا وبعرف اعمل، شاطره قوي. شاطره قوي. المهم قلت بيتزا حاطين عليها البان، الناس هنا بتاكل بالشوكه والسكينه. احمد يقول لي اسكت يا ماما خلاص، اقول له ماشي يا احمد خلاص. هم عملنا الفيديو ده طلع ترند. ليه؟ الناس فكرتني اول مره اشوف البيتزا، اول مره اشوف اكل بايدي الكلام. الناس بتاكل بايدها الشبان كده يعني. احمد بقى قاعد يقول لي يا ماما مالناش دعوه الكلام ده. فالناس علقت قوي على حته ان انا بقول الناس بتاكل بالايد الشمال وبيتزا والكلام ده. الناس بقى قاعده تطلب مني اعمل لنا فيديوهات تاني، اعمل لنا فيديوهات تاني. بس كويس ان انت اخترتي ان انتوا فيديوهاتك تكون هادفه. أيوة. مش لان شفنا الفتره اللي فاتت ناس كتير قوي اي حد فاضي يطلع يعمل له فيديوهين يطرقع وخلاص خلصنا. لو عايزه متابعين قد اللي عندي اضعاف اضعاف هجيبهم ما شاء الله. عندك كتير متابعين ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. بس لو عايزه اضعاف اضعاف هجيبهم على طول. بس انا بحب احافظ على القيم. اهم حاجه ان انت بتقدمي حاجه بتفيد الناس. أي مش طبعًا. المهم عندك ان انت تكوني مشهوره وخلاص، الناس تتكلم عنك وخلاص، اهم حاجه انه اللي يستغل السوشيال ميديا يكون محتوى هادف ويقدمه بشكل طريف وظريف كده ودمه خفيف زي حضرتك. اي الله يبارك لك. قولي لي بقى بخاطرك. ايه اللي اتغير؟ الزمن ولا الناس اللي اتغيروا؟ الزمن عمره ما هيتغير لانه ثابت. هي الكرسي ده ما يتغيرش الا العوامل الجويه بتاعته. برضو الزمن اللي يغيره بني ادمين، الناس، نفوس الناس بقت ضعيفه جدا. كل الناس بقت تمشي ورا المظاهر بس. انت لو لبست واسع تبقي فلاحه، لو مشيتي على الاخلاق تبقي، لو بقيتي محترمه تبقي ضعيفه وشخصيتك ضعيفه. انا على فكره لو انا لابسه جلباب صفرة في اي مكان انا بفتخر بيها. مش لازم تعيشي ده تراث على فكره يعني. ايوه مش لازم تعيشي مستوى غيرك عايشه، وانت ممكن تروحي مكان تصرفي قد اللي انت بتصرفيه في البيت شهر كامل، مصاريف شهر كامل، على اساس ان انت توصلي للمستوى اللي قدامك. عشان ترضي الناس. طب انت ليه من الاول الناس تقول كده؟ والناس تعيد دي عندها دي مش عارف ايه ده كذا كذا. عمرك ما هترضيهم. عمرك ما هترضيهم. لا ما حدش بيرضي الناس. هتعملي ايه؟ حتى عمرك ما حدش بيرضي الناس ابدا. طيب لو هنتكلم عن العلاقات بقى، خلينا نتكلم علاقات نفرزها شويه. تمام. الجار ما بقاش زي زمان. زمان كنا نشوف الجار بيسال على جاره في كل حاجه، عارف كل حاجه عن جاره، الجار اللي جنب الجار على طول عارف مشاكل جاره كلها، بيقف مع جاره في كل حاجه. دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه كل واحد قافل على نفسه،
بيخبي اسراره، ممكن يكون عنده مشكله ونفسه يحكيها والمشكله دي تعمل عنده ضغط نفسي، تعمل عنده كبت، بس مش هيحكيها. ليه؟ عشان جاره ما يشمتش فيه، عشان حد ما يشمتش فيه. ايه اللي خلانا اصلا نفكر في كده؟ ايه اللي دخل الفكره السيئه دي عقول الناس في الفتره دي؟ هل دلوقتي واحد ينفع يتجوز في اوضه من بيت مامته؟ لا، حاليا في الزمن احنا فيه ده صعب. لا، زمان بقى كان كل واحد ما حدش بيشيل هم اصلا، كان الواحد بيتجوز ما عندوش هم اساسا، لا هم جهاز ولا هم شبكه ولا هم هيودع عروسه الكوافير ويصرفها قد كده. كان كل كتير. واحد يا دوبك يروح يخطب ياخد اوضه من بتاعه بيته بيت ابوه ولا امه ويتجوز فيها، خلاص حصيره كوبايه، كانوا بيغسلوا على ايدهم، ما كانش في اي حاجه، ما كانش في كهرباء اساسا. كمان كانوا بيقعدوا في وسط الدار، وسط الدار ده اللي هو يعني البيت عباره عن اوض الصاله دلوقتي. البيت عباره عن اوض وكلهم بقى ما فيش نور، وفي اماكن في الاقاليم يقولوا عليها الدهليز زمان. أيوة، اللي هي الصاله دلوقتي ممكن تبقى تبع الصعيد. كانوا يولعوا حاجه اسمها اللمبه المشرط بالجاز كده ويحطوها بقى ويقعدوا بقى يقلوا دوره، يتكلموا على بعض، لو عندهم اي اكل ياكلوا، كل اكلهم كان ايه. ينفع الولد دلوقتي ولا كل الناس كنت تلاقي كل الناس عارفين بعض، قلبهم على بعض. اللي يعمل حاجه مثلا كده جميله يودي الجار ويودي مثلا لشخص بيحبه كده، لا ما بقاش في دلوقتي كده. لا لا، ده احنا كنا زمان الفرن الطين دهوت كنا نخبز الكحك والبسكوت، الشارع كله كان يتلم عليه. كله بقى بيعلم ورا بعضه، يخبز ورا بعضه، لازما يا جارة تدوق الحاجه بتاعتي، تشوف الكحك بتاعي كده ناقص سمنه، شوفي ازاي سكر شكل كده. انما دلوقتي تروحي تجيبي من جاهز من اي محل سوبر ماركت ولا محل حلواني وتيجي مخبيه وملبسها. انا عايز اقول لك اصلا ان القصه في انه الانسان يعمل الحاجات دي بنفسه، مش الفكره ان هو بيعملها عشان يوفر بس، لا ده هي دي مظاهر الفرحه. أيوة، هي دي مظاهر البهجه. يعني دلوقتي تلاقي في العيد، بما اننا طبعا طالعين من العيد، زمان كنت تلاقي كل الاطفال متلمين، كل اهل البيت والجيران، النهارده هنساعد فلانه، النهارده عنده فلانه، ما بقاش في كده دلوقتي. احنا كله دلوقتي عصر السرعه خلى الحاجات دي ملهاش طعم. ايوه، احنا انا هروح اشتري وخلاص، انا مش عارف ايه عشان ما بهدلش الدنيا. لا، صح. الفكره مش في انك انت هتبهدل، الفكره مش في انك انت هتوفر وقت، الفكره مش في كده، الفكره ان هي دي مظاهر هي دي مظاهر الفرح. الناس مش فاهمه كده للاسف. لا لا، ما فيش. احنا كنا زمان عشان واحد يدرس في الغيط ولا الكلام ده، نقول له قبلها باسبوع يا فلان خلي بالك انا هدرس يوم كذا، والتاني يقول له طب انا هعمل يوم كذا. وما ينفعش الاثنين يعملوا في وقت واحد لانه كده غلط. لا ما ينفعش. والخبيث برضو نفس النظام، الحريم تروح لبعضها يا فلانه انا هعمل يوم كذا خلي بالك، عشان تبقى تيجي الساعه دي تلاقيني افضي نفسي خالص عشان اروح لها. ده مش في الاقاليم بس او مش في اماكن الارياف بس، ده كمان في القاهره والجيزه وال انا كنت بتكلم على القاهره، انا اصلا لا دلوقتي برضو تلاقي دلوقتي برضو تلاقي في يعني زمان شويه القاهره كنت برضو تلاقي كل الجيران في العماره عند فلانه النهارده علشان هنساعدها النهارده. أيوة، يضحكوا بقى وبقى في الفه وبقى في ود وفي حب. دلوقتي خلاص يعني في عصر السرعه بقى في سرعه في كل حاجه. كان عشان البنت تيجي تتجوز ولا حاجه كل الشارع يدخل ينظف لها الحمام والبط والوز ويكولها هدومها ويحطها لها في الدولاب ويمسح لها شقتها ويرتبها لها. ما عادش الكلام ده خالص. دلوقتي بتجيب واحده بالفلوس تعمل لك كل حاجه. خايفين من الحاسه دي عندها تجيب حد تدفع له فلوس عشان تقول ايه؟ أيوة، احسن فلانه تبص وتحسن، عشان فلانه ما تشوفش حاجه، مش عارف ايه. طب ما تقراي يا ست المعوذات وخلاص وتجيب الناس تفرح معاكي. طب قولي لي، انت شايفه انه التكنولوجيا والسوشيال ميديا اثرت على الناس، اثرت على العلاقات شويه؟ ده اثرت بنسبه 100%. الاول كان عشان الواحد يقول خبر لحد ولا الكلام ده، حاجه ضايعه منه ولا الكلام ده، تلاقي واحد ماشي في الشارع يا اهالي البلد في كذا كذا عند فلان، لو واحد ميت مثلا. هو بس هقول لك على حاجه، هو في بعض الناس يقولوا لا ازاي دي قربت الناس، ازاي ده بقى في كلنا متجمعين على الفيسبوك، كلنا بنعرف الاخبار من بعض. ايوه، كنت كلنا مع بعض وقت بوقت. أيوة، بس خلت فقدنا الدفء بتاع العلاقات. لا، هي قربت وبعدت في نفس الوقت. في نفس الوقت يعني اللي هو مثلا تقولي لي ده عنده مناسبه. أيوة، انا كلمته باركت له، كلمته ازاي؟ كلمته على الفيسبوك، كلمته على واتساب. لا، فين دفء العلاقات؟ فين الود؟ فين صله الرحم؟ صله الرحم عملتوها على الفيسبوك. أيوة، عملتوها على المواقع. بيدعوا بيعملوا دعوي الشبكه والفرح على الفيسبوك، على الفيس. وقبل كده لو ما جبتليش البيت ازعل. طيب معانا اتصال من مدام وفاء. الو، اهلا بيكي حبيبتي. اهلا حضرتك، عامله ايه؟ تمام والله الحمد لله، اهلا بيكي. عندك سؤال؟ اهلا بيكي، اتفضلي اتفضلي. والله عاوزه اسال استاذه منى، انا برحب بقى الاول.
مرحبا بيك. اهلا بيك. منوره الشاشه واحنا متابعين على الفيسبوك على يعني. اهلا وسهلا. متابعينك اهو. اهلا بيك. عندك سؤال؟ اتفضلي. ايوه لا بصراحه عندي سؤالين يا ريت اخد عليهم اجابه بعد اذنك. اتفضلي حبيبتي. السؤال الاول حضرتك بتتكلمي على البساطه وعدم اكيد النهارده ده موضوع حلقتنا. البساطه احنا كنا بنشوف زمان في الاهل البساطه وعدم التفكير، وكنا دايما عندنا الاخ الكبير ده بيبقى اب وبيبقى حاجه كده كل الناس بتفتخر بيها. اكيد. دلوقتي احنا مش بنلاقي ده. بتبقى فيه ست هي بصي اقل من بسيطه بشويه وعاوزه تعمل نفسها شخصيه وعاوزه تعمل نفسها واحده على اي حد. دي حقيقه. هو لازم نفس الشخصيه باحترامه وباحترام الناس، مش انا هعمل نفس الشخصيه عشان انا كويس او عشان انا حلو، لا اللي عايز يعمل نفس الشخصيه ده يحترم نفسه ويحترم الناس الاول، كده الناس تحترمه كده وكده هو عنده شخصيه. انا اتعامل معاهم ازاي؟ انا بقيت شايفه حد قليل جدا وعامل نفسه شخصيه عن الناس، هو مفيش من وراء اي حاجه خير لحد، الواحد يتجنب اللي زي ده حرام عليه ولا يعمل ايه؟ هو في الحل بقى ده بقى الاجتناب أهم احسن. اهم حاجه صله الرحم الاول. انت بتعملي اللي عليك في صله الرحم، ان انت مثلا صح. تروحي تزوري في الاعياد، تسالي عليه بالتليفون لو هو مريض، لو هو عنده فرح والكلام ده، انما هيأذيكي تجنبيه احسن. هو في فعلا ناس يعني كل ما تقربي منها بتلاقي مشاكل اكتر، بيفكروا ان انت بتحاولي ان انت تصلحي منها، بتحاولي انت توديها. أيوة. بتلاقي هم لا، هم سبحان الله عندهم طبع كده غريب، يعني لا انا مش عاوز كده. أيوة. يا اما انا الاحسن، يا اما انا الافضل، يا اما لا. في ناس كل ما تتقربي منهم اصلا يبعدوا عنك، يفكروك انت محتاجه حاجه. انت لو رحت صله الرحم اصلا عندهم يا جايه ليه؟ هي عايزه مننا ايه؟ ده بقى لها طلب عايزاه. انت اللي زايد هم بس يا دوبك في الاعياد الكلام ده، اهم حاجه الاحترام بس وصله الرحم. اعملي اللي عليك وسيبي بقى على ربنا، وطول ما انت ماشيه بنيه صافيه عمر ربنا ما يخذلك ابدا. صح. او التعامل برضو في حدود شويه. ايوه. ما دام الناس هيجي من وراها مشاكل خلاص، وجربنا كل الحلول معاهم، جربتي الود. أيوة. جربتي صله الرحم، بداتي بالخير، ما لقيتيش في حل يبقى الاجتناب. ايوه. هو صح. كل ما تجتنبي في الزمن اللي احنا فيه دوت احسن بصراحه. طب معايا تليفون بس ما ندورش حد يعني. استاذه ايه اتفضلي. ازيك يا طنط منى؟ اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ وحشني قوي. ازيك يا حاجه منى؟ ازيك يا حبيبتي على اسم الغاليه؟ الله يخليكي. ايه على اسم ايه يا بنتي؟ منوره. اهلا بيك. الله يبارك لك يا رب، ربنا يكبر بخاطرك طول عمرك وانتي برنسيسه. يا رب يبارك لك. انا عارفه. الله يخليكي. زي العسل. ربنا يبارك لك يا ولاد. زي العسل يا منى. الله يخليك. طب وانا لا، طب انا مش زي العسل يعني؟ زي القمر. استاذه انتصار معانا على السؤال. تسلمي. ربنا يبارك لك. عندك سؤال او عندك استفسار؟ لا انا بس بسلم عليها وبقولها بالنجاح. نورتيني حبيبه قلبي، نورتينا، شكرا جدا. ربنا يبارك لك يا رب. طيب خلينا بقى نتكلم عن البهرجه اللي شايفينها دلوقتي. الناس بقت بتتحدى بعض، الناس بقوا داخلين في تحدي وصراع مع بعض. أيوة. مين يبين التاني احسن؟ ايوه. مين يبين التاني انه عنده اتيكيت، انه عنده برستيج؟ برستيج اهم حاجه. ممكن يكون لا يملك ان هو يعني يعيش مستوى معين. ايوه. يحط ضغط على نفسه ان هو لا انا احسن منك وعندي، يعني بيحط ضغط على نفسه ليه؟ ليه البهرجه؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ ما هو مفيش رضا، كل واحد عايز يبص للتاني وخلاص. ده انا عايزه اجيب فستان تركي زي يعني زي صاحبتها، اجيب فستان تركي ولا لا؟ تمام. يعني هو لو مصر مش هيمشي ويتلبس يعني؟ لا. كل الفساتين يا ولاد في الاخر بيضه، خلي بالكم يعني. صح. اهم حاجه الاضاءه. لا اللي هم بقى مكايده، ومن باب النكايه والمكايده، يعني في ناس بتعمل كده عشان تكيد حد، احط نفسي في مشكله. مش مشكلة احط نفسي مشكلة وضغط مادي، بس المهم ان انا اوصل للغرض بتاعي. ما انا قلت لحضرتك احنا في زمن بيفتكر المحترم ضعيف، يعني انا عشان ابقى محترمة وساكتة قدامك وصوتي هادي والكلام ده. طيب تلاقي استاذة وفاء معلش رجعت تاني الخط فصل، اتفضلي. ايوه اتفضلي. تمام الحمد لله حبيبتي، اتفضلي. عاملة ايه؟ تمام والله الحمد لله، ربنا يعزك. أستاذة مصار الأول أنا عايزة أقول لك إن أنت منورة الشاشة. ربنا يحفظك. تسلمي حبيبة قلبي. زي القمر. حبيبة قلبي ربنا يحفظك.
معلش كلميني في المايك. في تقدم ورقي ان شاء الله. ربنا يعزك، ربنا يعزك، ربنا يعزك، ربنا يحفظك. عندك سؤال؟ احنا بنحب حضرتك وعاجبني قوي حته السؤال بتاع حضرتك اللي بتقولك على الفيسبوك لما بتقولي على الهالات السوداء اللي بتطلع في الجسم. عندك هالات سودة زي ما تكوني بتشربي مخدرات، عندك بقع في وشك زي رغيف العيش اللي ما رفعش. الفيديو ده على فكره اول فيديو شفته لطنط منى، مدام منى، بس انت قلتي لي قولي طنط منى ايه كل حاجه ورا ظهرك. معلش انت بقى ممكن تبصي للكاميرا قولي لهم الفيديو ده تاني. ناس كتير قوي لما عرفوا ان انت جايه. ماشي حبيبتي، شكرا استاذه وفاء، الف شكرا على المداخله. ربنا يبارك لك يا وفاء. معلش بقى بص الكاميرا قولي لي بقى الفيديو ده. عندك هالات سودة تحت عينك زي ما تكوني بتشربي مخدرات، عندك بقع في وشك زي رغيف العيش المبقع. ها قولي لي نفسيتك تعبانه، بالك مشغول، انا هغير الكلمات بقى. شعرك بيسقط. ارمي كل ورا ظهرك، كل ورا ظهرك، ما تفكريش حد في دماغك. خدي الفيديو جميل بصراحه فعلا. طول ما انت على دماغك واجيلكوا الضغط والسكر. خدنا ايه من الهموم وخدنا ايه من شيل الهم. يعني الدكتور قايل في الاخر المقدر ربنا كاتب لكل انسان قدر معين بيشوفه. ايوه طبعا، مهما يعمل الانسان خلاص ربنا مقدر له شيء معين. اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. لم تحوش، صح. أيوة كده، فالانسان يعني يعيش بسيط. الدكتور قايل لي يا طنط منى ابعد عن ده. طيب معانا استاذه مها من الاسماعيليه، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه منى، بحبك قوي. اهلا وسهلا. انت جميله والله. يا رب يبارك لكم يا اولاد واكبر بخاطركم كلكم. قولهم وحشني قوي. انت وحشني قوي. عندك سؤال؟ لا والله انا بس بصراحه انا بحبها قوي بصراحه. انا بحبكم كلكم والله، بحبكم ما شاء الله. ناس وصلت ان هي ما بقاش يحكوا مشاكلهم لبعض، ما بقاش يحكوا همومهم لبعض. الموضوع ده عمل ضغط نفسي عندي ناس كتير قوي، عمل مشاكل واكتئاب لناس كتير قوي، لانه ما بقاش في ثقه، ما بقاش في ثقه ان الناس تحكي لبعض، ما بقاش في ثقه ان الناس تشتكي لبعض همومها. وشفنا كتير جرائم بتحصل ونلاقي مثلا نسال عليه ده كان انسان كويس، ده كان انسان محترم، ايه وصله مثلا للمرحله دي؟ ايه خلاه عمل كده؟ فبيطلع ان هو كان عنده مشكله وعنده ضغط نفسي. لا ما عندوش ضغط نفسي ولا حاجه، هو الحسد. صراحه يعني هم في ناس كتير قوي ما بتتقيش ربنا في انها لما تشوف اي حاجه تقول بسم الله ما شاء الله، مش هتكلف في اي حاجه. بس انا ممكن اقول لك على لساني بسم الله ما شاء الله وجوايا قلب غالي. هم مثلا زي الناس اللي هم اذوا نفسهم دول. طيب معنا استاذه هدى، كل حاجه حلوه على النت. مش محتاجين نكمل. معنا استاذه هدى، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا، عندك سؤال؟ هقولنا على تعمل برامج زيون بال الكوميديا اللي هي بتطلع بيها على السوشيال ميديا. كلميني من المايك. كلميني من المايك، يعني اسمعيني من المايك. اسمعيني من الموبايل. اسمعيني من الموبايل، كلمي في المايك. حاضر ماشي. وطي التلفزيون. حاضر، بتقولي ايه؟ انت عايز تسالي استاذه منى في حاجه؟ طب معلش الخط فصل. هي بتقول لحضرتك او انا اللي انا فهمته ان هي عايزه تقول لك انت بتقدمي المحتوى بتاعك بكوميديا جميله قوي. ربنا يبارك لك. هو ده قصده. بصي هو الانسان لما كوميديا ساخره. الانسان لما يقدم حاجه مثلا نصيحه لحد ودي فيها فرق كبير قوي قوي. صح. الانسان لما يقدم نصيحه بحد بطريقه وبشكل غليظ وبطريقه انت لو ما عملتش كده هيحصل كذا او بطريقه التخويف ممكن ما يسمعش اصلا. فاحنا شايفينك انت بتقدمي نصيحه او بتقدمي محتوى بطريقه كده كوميديه بتخلي الانسان فعلا او بتخلي الناس فعلا ان هي ايه يعجبها طريقتك ويعجبها نصايحك. فطريقه الكوميديا انت بتقدميها بصراحه لذيذ. يا رب يبارك لك. هو عامه النصيحه على الملأ فضيحه. يعني انا لما اجي في وسط الناس كلها اقول لواحده انت لابسه ايه ولا عامله ايه ولا الكلام ده، انت كده مش بتنصحيها، انت كده بتفضحيها. تقصدي ان هو يختار الوقت؟ اختار الوقت ويبقى برضه بينك وبينه. انت شايفه عندي محتوى مش عاجبك مثلا، الوقت، يختار المكان. أيوة. يختار الطريقه اللي ينصح بيها. أيوة كل الحاجات دي لازم يا جماعه تبقى موجوده وحد بينصح حد. ايوه طبعا. انا اللي بيخليني استمر، انا فكرت كتير قوي ابطل بصراحه لان ده مش مجالي يعني، بس اللي خلينا استمر قوي الاقي في الرسائل ان فاتحه رسائل الصفحه بتاعت طيب منى. النهارده معلش هناخد اتصال تاني. معانا استاذه مرام من النوفيه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي ممكن اكلم الاستاذه منى؟ ممكن جدا، اتفضلي. ازيكم يا اولاد؟
ازيك يا سلمان؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ الحمد لله، والله في نعم، الحمد لله. وحشتينا كتير والله، منوره الشاشه. ربنا يبارك لك. طب هنا احسن ولا في الصبح احسن؟ لا والله انت في الجميع. ما هنا وهنا يا ست. لا هنا كاميرا ديجيتال، خلي بالك. هنا وهنا. ربنا يبارك لك، ربنا يكبر بخاطركم كلكم. ما شاء الله، انتم محبين كتار، ربنا يزيدك. ربنا يبارك لك. حب الناس ده نعمه، يعني حب الناس ده نعمه من ربنا، ومش كل الرزق فلوس. لا مش كل الرزق فلوس يا جماعه. حب الناس ده اكبر نعمه ربنا بيهبها الانسان اللي بيحبه. صح، من حب ربه وحب في خلقه. ايوه صح، انت ربنا بيحب. الله يبارك لك يا رب، نتمنى ذلك. الاستاذ اتقطع، هناخد معاكي سؤال تاني بقى. شايفين الفتره دي الناس بقت بتغلي من بعضها قوي، طبع الحسد هو اللي بقى منتشر قوي. يحصل اي حاجه يقولوا زي ما شفنا كده، من زي ما شفنا من كام يوم حصل جريمه قتل، وغلط ان كل شويه يحصل جريمه قتل ونحكي عنها على السوشيال ميديا. الموضوع ده لا بيخلي الموضوع الناس تتكلم عن الموضوع كانه حاجه عاديه. انت فاهماني حضرتك؟ ايوه، بيقلدوا كمان. ف هو بصراحه ربنا، انا في نقطه عايزه اقولها، يعني اما تستحيل العيشه بين الزوجين فربنا شرع وابغض الحلال، بس شرعه يعني. هي المشكله اللي حصلت بين ريهام وجوزها. أيوة. هما كانوا عاديين وكانوا عايشين كويس جدا، مفيش بس يعني. كل الناس اللي طالعه بتقول انه ده حسد وغل. الانسان ممكن الحسد والغل يوصل بيه لنضيع حياته. هو ربنا عنده حسن ظن الانسان بيه، يعني انا حسن ظني بربنا ان ده ان انا ربنا هيسترها معاكي، خلاص. ظني بربنا بقى ان فلانه هتحسدني، خلاص الحسد هي وهتني بقى شمعه ومعلقه عليها كل هموم. لا، اعرفوا ان كل حاجه عايشه في الدنيا دي قدر. صح، طول ما انتوا عارفين ان الدنيا دي قدر وكل اللي هيحصل هتنامي مرتاحة البين. صح، اهم حاجه والله فعلا الرزق الكامل في راحة البين، وان احنا نظن بالله خير. ايوه، طب ما هي عند حسن الظن. انا عند حسن ظن عبدي ان ربنا هيستر. انت بتعملي اللي عليك وتقراي الاذكار بتاعتك وتحصني نفسك، وبعد كده مش دوسي بقى. بنسمع بقى نقول ناس كده كتير قوي تقول الدنيا مشاغل، لما تيجي تقعد بحد ما بيسالش، لما تيجي تقعد بحد مش بيزور يقول لك الدنيا مشاغل. ما احنا شايفين رتم الحياه اسرع، السوشيال ميديا قربت، التكنولوجيا قربت، ليه بقى كلمه مشاغل دي هي الكلمه السايده؟ ايوه، على طول اول ما تعدي بحد سهله الدنيا مشاغل. هو فعلا كان زمان الوقت فاضي بكتير. ليه؟ انا هصحى الصبح هكنس، مفيش مسيح، مفيش تروق، مفيش تنفيذ، هكنس الاوضه القاعه بتاعتي وسط الدار، وارش شويه ميه واملى الاولى كده، خلصت الغسيل. بس انا عايز اقول لك على حاجه، موضوع السوشيال ميديا ده اخذ وقت الناس جدا. أيوة، الناس طبعاً. قاعده على الفيسبوك وقاعده على المواقع، يعني قاعده وخلاص بتتصفح، ممكن تقعدي لحد ما الصبح. انت ممكن يعني تسيبي كل وراكي، خلصتي كل وراكي، انزلي بقى زوري حد قرايبك، انزل زور. صله الرحم دي اصلا بتخلي الانسان حياته فيها بركه. احنا بدانا الاول من الصفر، يعني الاول ما طيب كانش فيها راديو. معلش، وقت برضه الحلقه بتاعنا ضيق. بس انا عايزاكي بقى ايه تقدمي نصايح كده للناس، ان هم يسيبوا الناس في حالهم، كل واحد منه ربنا، كل واحد اللي هو بقى ايه داعي الخلق للخالق. أيوة. كلمي الناس بقى، كلمي بقى معجبينك، انصحيهم. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ وحشني قوي. النهارده جايه لكم مع استاذه انتصار في قناه الصحه والجمال، في برنامج في شارعنا. مش هو في شارعنا؟ ايوه. انا بتمنى من ربنا كلكم تبقوا كويسين مع بعض، بالكم رايق، ربنا يهدي سركم. اهم حاجه ما تنكوش تشوفوا الحاجه وتنقلوها لبعضكم، واحد ياخد من ده يروح لده ويروح لده ويروح لده، لا. اسمعي الحاجه من صاحب الشخص نفسه، ما شات ما كلم بلغك. اي حد يجي يقول لك على حاجه، ده فلان قال عليك كذا، ما هو فلان اداني السكينه بس ما حطهاش انت، حطيتها في قلبي. يعني لطفا لطفا بالكوارير اللي احنا يا ولاد. كل زوج يعامل مراته بالحسنى، يضحك عليها بس بكلمه حلوه، ادولها بس كده في الاسبوع 100 جنيه، قول لهم خدي بس كده يا حبيبتي كده شوكولاته، شكلاتي نفسك كده، هاتي لك هوس كده، ظبطي نفسك، الدنيا هتبقى حلوه. الناس ما تتكلمش على بعض، الناس تسيب الناس في حالها. أيوة، كل الحاجات دي كل واحد يركز في حياته بس. خد الامور ببساطه قوي، هتبقى بالك رايق وهتبقى سعيد قوي. بشكرك جدا جدا. كان وقت لذيذ قوي، انتهى وقت حلقتنا، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. تابعوني الاسبوع اللي جاي، موضوع جديد. الف شكر تنت منى، استاذه منى، الف شكر.